السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفيني جيمي، واليوم رجعنا لكم بلعبة سكونة اوف رايزن رون. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة، وصلنا هنا في فيديو السابق، واللي ما شاف الفيديو السابق يروح يشوف الفيديو عساس يفهم قصة اللعبة. يا اخوان شوفوا هذا المكان يا جماعة، هذا المكان هو المنزل، المنزل لجماعة السكنة، هذول هم اللي سكنوا في هذا المكان يا اخوان، هذا منزلهم عبارة. وهنا الزراعة، هنا اذا بغيت يعني اسمك تزرع العيش، هنا اذا بغيت تزرع العيش وتشوف اذا كيف يعني مستوى العيش الحين، اوكي، وتشوف اذا ايش الفوائد العيش وهيك يعني. وهنا اذا بغيت يعني ويش مسموه ذا، اذا بغيت يعني تزرع العيش يا اخوان. وهنا تقي عند هذا البنيه هي اللي طبخ لك الاكله يا اخوان، وتضبطك في الامور الاكل يا اخوان. هنا في هذا هذا اللعبه ضروري جدا تاكل يعني، فلازم تاكل يعني وتضبط امورك. يس، فاليوم يا اخوان حنروح، خلونا نشوف وين بنروح. خلينا نضغط مثلث، اوكي. فاليوم يا اخوان بنروح عندنا مكان، نروح يعني نروح هنا يا هنا. فقبل خلينا نروح هذا المكان، خلونا نروح هنا ونشوف اذا في شيء يا اخوان. اوكي، ليش ما يخلوني اروح؟ وش السالفه؟ لحظات، اوكي وصلنا المكان اللي المطلوب يا اخوان، سكيبينج ستون هيل. اوكي، وش هذا يا اخوان؟ لحظة، اتوقع فهمت. لا، ما كذا، ابلع. ايوه كذا يا حبيبي، كذا. سيم جولف مان، سيم تايم. اوكي، حصلنا خيار وشيء من شيء ثاني بعد، ما في هذاك. زين، تعالوا يا حبايبي. راح اراويكم حركة جديدة تعلمتها. تعلمت حركة جديدة يا اخوان، شفتوا الحركة؟ هذه حركة جديدة تعلمتها. ابلع يا حبيبي، ابلع يا ارنوبي. ابلع يا حبيبي. كذا يا حبيبي. والله صارت قوية. السكنة صارت قوية يا اخوان. الأميرة سكنة صارت قوية. أيوة، نام حبيبي. تصبح على خير. أوكي، فهنا في شيء تحت يا اخوان، تتوقعوا في شيء؟ خلونا ننزل. انت يبانك. لحظة، لا طيحتها، ما كان قصدي، كان بعقلة. لكن نو بروبليم، انا قاعدنك حبيبي، قاعدنك جالس تور بالسهم، ما يصير. ايوه، nothing here man، nothing، let's go down. اوكي، انتو جايين يعني جروب كذاك السالفة، جاب اخوانك واحفادك وما اعرف من. يا الخنزير انت لا تتدخل، انا قاعد اتضارب مع الارانب. يا زباله، اطلع انت. ايوه تعال، تعال. ايوه كذا، وابلع يا حبيبي. غيرهم. لحظه، ما يصير. لحظه، لا ما عندي استمنه، ليش ما اقدر اضرب. لحظه، يا ايوه انتظرني لين ما اخلص. اوكي، سوي كذا. لحظات، ليش لا اضرب. اوكي، لازم تسوق قدام وتسوق مثلث. فهمت. تعال يا رنوبي، تعال يا حبيبي، يا رنوبي يا حبيبي. ميت انت، ميت حبيبي، خلاص انت ميت، وشليت لحم مالك. اوكي، ده هنا كيف بروح انا؟ ما يصير. اوكي، ممكن من تحت. نوب، I don't think so. اتوقع من هنا يا اخوان، اتوقع من هنا. من هنا يا اخوان، بدي يحل الظلام ويحل الليل يا اخوان، فالامور ما طيبه. ترى اذا تلعب في هذه اللعبه في وقت الليل، هذول يكون شو، كيف يكون اقوياء، ترى يكون واجد اقوياء. فالوقت غلط، نحن لقينا وقت مش يا اخي. هذا اللعب يا اخي ماشي هلف
لاني ما ركزنا فيه هيلث يا اخوان. لحظات 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 ابلع يا اخي، صار قوي يا اخي، ما يموتوا. لاحظتوا ذا الشيء انتو؟ ما يموتوا. انا بروح ملح. انا بموت يا اخوان، بموت بموت. لحظه لحظه لحظات، ما يتعوروا يا اخوان، ما يتعوروا والله. لحظات يا حبايبي، انتظروني شويه، انتظروني لحظه. شوف ايتمز ايتمز ايتمز، احتاج ايتمز. لا شكله ماشي هيلثي يا اخوان في هذه اللعبه، ولا كيف شكله ماشي ماشي. زين زين، انا ميت، مت مت يا حبايبي مت. تعرفوا ليش؟ لان جيت في وقت يعني وقت غلط جدا يا اخوان، ما يصير صدق هذا الوقت. يعني اول ما يحل الليل على طول تطلع من هذا المكان، فلازم تطلع من هذا المكان. يعني لا تجلس في هذا المكان ومكان يكون مظلم. ابلع اي اي حبيب والله. خر حركه، تعال 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 تعال، سوي كذا. ايوه ايوه كيف بلعت الحصى اخوي، بلعت الحصى. اشوف اسنانك بس كيف طالع، ما عندي اسنان. لحظه، انت وش فيك، انت وش فيك، وش فيك انت، وش فيك؟ هذا ما شاف شيء اصلا. انزين خلت تحت يا اخوان. انزين هذه المره انا راح افاجئك. ابلع، ايش رايك؟ تعلمنا ترى، تعلمنا. لا تخبرك انا اخوانك، لا تخبر وش سويت لك. سوي كذا، الله هذه الحركه والله حركه فتاكه يا اخوان، حركه فتاكه يا خنزير. انا اليوم راح ادبك. ايوه كذا كذا يا حبيبي، ما كذا ما كذا. انتوا طلعوا، انتوا ما ماشي فايده منكم البر في هذه اللعبه. شوفوا اللحم كيف يطير، حصل لحم ملرنب. تعال تعال، انا راح اراويك ايش اسوي لك الحين. هي حصلنا حصلنا لحم خنزير، والله ما خليك مساق مع البلاش. قلت لك مساقه. اوكي خلونا خلونا نروح فوق هنا. ليتس جو اب. عندك مسمى، جبت لي ايش اسمه هذا، رمح. ما عليك، صانع عارف كيف ادي بقي. اوكي اكسع، متنا هنا هذا المكان يا اخوان، متنا هنا نحن. فهذه المره يعني اي هوب اي هوب ما بنموت هنا، متنا اخوان متنا هنا. اوكي ابلع ابلع حبيبي، ابلع 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 ابلع. ظهر ظهر مساك، ظهر مساك. ايوه خلاص خلاص، تو ظهرك صار زين، انت غيب. لا قلت تضربني بسهم مالك. ابلع كيف ما طش، ما مشكله، هذا ميت اصلا خلاص. ايه ارتدت فيني هذا اسمه الحصى، معلش. طيور الجنه يا اخوان، بموت انا. صار صعب يا اخي، صار صعب في اللعبه، ما توقعت. بري حل الظلام، حل الظلام يا اخوان، انا بروح ملح، انا بموت. كام اون مان كام اون. لحظه يا اخوان، لازم نرجع نرجع الى البيت، بنرجع هناك البيت نريح انزين، وبعدها بنجي مره ثانيه. ما يصير كذا، ما يصير كذا، لأنك مردخت يا اخوان، ما يصير. برجع برجع الى الهوم. I will be right back, just wait for me. ما يصير كذا اخوان، خلونا نروح نريح وبنرجع لهم الكلاب هذيلا. انا عاكف هدبكم، انتظر شويه بس قاعدكم. انا بنريح يا اخوان، بنريح. يلا خلونا نروح اسمه ذاك، نضبط لنا اكل. اذا تقدر تضبط لنا اكل، هذه بالضبط لنا اكله محترمه هيجي. تفضل اخوي تفضل، والله اشوفك يا ابو نعفه، شايف انك قاعد تاكل. خذيت اكلي، خذيت اكلي يا زباله انت، قسما بالله شايف انك يسوي نفسه ما ما ما, ما شايل لنا. ما مشكله لك، بالعافيه حبايبي بالعافيه والله. خلاص الحين شوف، حتى يزيد الاتش بي يعني يزيد. لا لا ايوه اوكي
زين خليه تنام. اوكي الحين التوقيت اتوقع مناسب حل حل نسمك حل السفرة. لحظات الحين بنروح مرة ثانية ناكل نفس المكان وندبهم. اوكي سكيب. اوكي اخوان وصلنا المكان المطلوب, وصلنا عند الهذيل اللي يقتلونا كل ساعة. لكن هذه المرة اوعدكم يا اخوان, اوعدكم اني انا ما بموت. اوعدكم 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 يا خنزير, اوعدكم انا خلاص وعدتهم, فانا ما بموت, فانا ما بموت يا حبيبي. تعال يا طيور سو كذا كذا بس كذا يا بالم. لكن لاحظت انتوا يا اخوان, لاحظت هذا الشيء ان لما مسمه لما يحل الليل طاقته ما يتحرك ابدا, تضرب ضرب ماش فايده. لكن شوف هنا, شوف صبح كيف بسهوله يموتوا بسهوله يا اخوي والله. لكن لما يحل الليل يا اخوي لا ماش فايده تضربهم, يكون عندهم دبل هيلث. بالضبط دبل هيلث يكون عندهم. اوكي اتوقع خلصنا عليهم اخوان. ايوه خلصنا عليهم يا حبايب, خلصنا عليهم. فاتوقع الحين يحتاج لنا نروح الى منطقه ثانيه. خلونا نروح هنا دان دانغ فينغي, اتوقع اني قلتها صح الاسم دانغ فينغي دان اوف فينغ بنغز بنغز. اوكي بنروح هنا يلا يا زبال. وش هذا كان؟ اسمع انت مسكين, تعورت المسكينه تعورت والله. خل فوق هنا ايوه كذا سام سام سبايدر مان يا حبيبي. ابلع 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 يا ارنب ابلع. يا الله عقيتبه في الاسم في الشوك. مسكين والله لك, مسكين لك الارنب, رحمته والله رحمته. لكن انا بزيده كذا كذا ترحم كذا ترحم مره ثانيه مرة ثانية. هيك الساعة ممكن هو ما حس بالألم, أما الحين حس. أيوة ابلع هذا وجه. أيوة هذا شكله راح يفيدنا حل تطوير يا أخوان. فازين تجمعوه فازين تجمعوه. تعالوا لا أي والله هذا ضربة صراحة ضربة قوية يا أخوان, الضربة قوية حبيبي. جيو 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 اللي ماسكين رماح جيو. انت ورمحك ما يفيدك تو ما يفيدك. ابلع ابلع والله اني ما ارحم والله اني ما ارحم. الحين امشي ما يحل الليل يا اخوان, اذا حل الليل لازم نشرد لان احس كنا بدي يتغير الجو. يا تعورتي الاميره انا اسف. هل في شيء فوق هنا؟ ايه في شيء. اوكي حصلنا هذا الماسك المعروف حق اليابان هاي. اوكي تعال 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 يا اخي. طعنت نفسي انا, طعنت نفسي يا قرد يا قرد. هذا خنزير ما قرد. تعال تعال اريدك. راح راح يا ارنب راح هذاك الشيء. اوكي زين بنروح هنا, خلينا نروح هذا المكان قبل نروح هذا المكان احسن. ولا نروح هنا اول شيء تتوقعوا؟ اتوقع لا احسن نروح هنا. ايوه نروح هنا. وي سبوست تو جو. اوه كنت بطيح. جيب هذا جيب هذا محتاجينه. اوكي فيري نايس. امونا لحد الحين يا حبايبي والله امونا زي العسل. فاتوقع يعني الامور السليمه راح تستمر معنا. فأنا ما أريد أموت الحين, ما أريد أموت يا الخنزير. أنت عندك قنبلة, أنا أقول إيش اللي قاسي ينفجر. إيه ولا كسرت الأسماء يا مكان صعب يا أخوان, مكان صعب لازم نركز. شو إيش قابل لي, قابل لي مطرقة مطرقة لكن هذاك من زمان ما قبل الميلاد. تعال 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 تعال. اي 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 انت انت حبيبي انت انت ارنب. شفت شيء شفت شيء؟ انا ما شفت شيء. انت ما مت بارك ما مت. زين تموت. وش صار؟ وش اللي صار؟ حبايبي
حصلنا تشيك بوينت يا اخوان. هذا معناته انه تشيك بوينت حبايبي، هذا معناته انه تشيك بوينت. فانا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان يا اخوان. اضغطوا لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا حابين اكمل هذا اللعبه يا اخوان. بصراحه اللعبه ممتازه وممتعه، فاذا كنتوا حابين اكمل هذه اللعبه اكتبوا لي في التعليقات. طيب، كان معكم عادل من قناه انفين جيمنج، منتقانا في الفيديو القادم. سلام.